проведет небольшой мастер-класс. Сегодня мы очень рады. Почему? Потому что она... نحن اليوم سعداء جدا. هدفنا هو التعريف بالإسلام وتعريف غير الأوكرانيات بالثقافة الأوكرانية. في كييف كثير من المسلمات اللواتي قدمن من بلدان أخرى كروسيا وأوزباكستان وأذربيجان وبعض الدول العربية. قبل مدة نظمنا يوما للثقافة العربية، واليوم استعرضنا الثقافة الأوكرانية الأصيلة التي تشبه إلى حد بعيد الثقافة الإسلامية. على من تعتنق الإسلام ألا تنسى والديها وألا تتخلى عن ثقافتها، لأنها لا تتعارض مع كونها مسلمة. عليها أن تفخر بثقافة بلادها وتعتز بأنها تنتمي إلى الأمة الأوكرانية. От у нас є різні бізнеси, у нас є різні напрямки розвитку України, все це роз'єднує, але дуже мало такого об'єднувального. І велике щастя, що тут уже нарешті наші жінки взяли в руки саме бразди правління, тому що у нас в Україні все-таки жінки керують усім, що я виросла в такому середовищі, можливо, так взявся і запитав, а хто тут в домі хазяїн? نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه الفعاليات التي توحدنا. النساء المسلمات اليوم تحدثن بشكل مؤثر عن الثقافة والعادات الأوكرانية، وهذه نشاطات تجمعنا بدل تلك الفعاليات السياسية التي تفرقنا. علينا أن نعيش معا الأمل بالسلام. علينا أن نعلم أن أوكرانيا وطن موحد لنا بغض النظر عن اختلاف دياناتنا والأماكن التي ولدنا فيها. اليوم شعرنا بهذه الوحدة بصورة رائعة، وشاهدنا كيف أن المسلمات الأوكرانيات يتقن طبخ المأكولات الأوكرانية وحياكة الثياب الشعبية. كل هذا يدعم الوحدة والتعايش في أوكرانيا. أهمية هذه النشاطات تكمن في أن الأوكرانية إذا اعتنقت الإسلام لا تنسلخ عن ثقافتها، بل على العكس تماما. ومن اطلع على التاريخ يعرف أن الزي الشعبي الأوكراني لا يختلف كثيرا عن الزي الإسلامي، ففيه غطاء الرأس الذي نسميه حجابا. من يتحدث عن أن الزي الإسلامي بعيد عن هويتنا الأوكرانية مخطئ وليس مطلعا على ذلك التاريخ. هذه النشاطات تؤكد على أن الأوكرانية المسلمة يجب أن تعتز بهويتها وثقافتها الأوكرانية حتى وإن اختارت لنفسها طريقا دينيا مختلفا عن الدين السائد. هذه النشاطات تؤكد على افتخارنا بهويتنا الأوكرانية كمسلمات، وتدحض الكثير من الأفكار الخاطئة في هذا الإطار المنتشرة بين المسلمات وغيرهن في المجتمع.